في حفلة حصلت في الهرم. أنا حسيت بالحفلة دي، الفنادق اللي حوالين الحفلة تيجي تروح أوتيل تلاقي زحمة، حركة الطيران لا ده في طيارات خاصة، الأعداد اللي موجودة في الحفلة كبيرة جدا. تدخل على السوشيال ميديا العالمية، بص شوف المنظر بقى، أين يقع موقع الحفلة؟ ثلاث أهرامات. ادخل على السوشيال ميديا بتاعت مشاهير العالم، بتاعت كل شباب العالم من كل الجنسيات حاطين المشهد ده. مين دول يا جماعة اللي عملوا الحفلة دي؟ إيه العظمة دي؟ طب والحفلة دي جابت فلوس للبلد؟ كتير. دفعوا ضرائب؟ كتير. ناس جت وحجزت أوتيلات وحجزت عربيات وطيران؟ كتير. إيه الروعة دي؟ أنتوا عارفين الصورة دي على السوشيال ميديا العالمية؟ الصورة دي انتشرت بقد حملة عالمية تدفع لك فيها 100 مليون دولار. ما هو أنت عندك باك جراوند بقى أهي، مفيش زيها في العالم تاني، ومفيش حد في العالم يعمل زيها تاني، ومفيش حضارة في العالم تيجي زيها. ده اللي اتعمل، ده اللي حصل. السؤال، مين اللي عمل ده؟ ويا ترى في تاني؟ والضرايب كانت قد ايه؟ والعائد كان قد ايه؟ والعائد المعنوي كان قد ايه؟ صناعة الانترتينمنت اهم صناعات مقومة للسياح، مشجعة للسياح. السائح ده جاي من مكان لمكان عشان يحضر حفلة من وجهة نظره، بيسمع المزيكا اللي بيحبها، بيشوف الاهرامات، بيشوف مصر جنبها، حاجة عظمة. اتمنى وارجو ان ارى هذا المشهد كثيراً.